مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج هذا ديننا. مشاهدينا الكرام، كثر الدجالون وكثر النصابون وكثر المشعوذون، وللأسف الشديد في هذا الزمان يوجد من يصدق دجل الدجالين وكذب الكذابين ونصب النصابين. فما الحل إذن؟ ما هو السحر؟ ما هو العلاج بالقرآن؟ ما هو المس الشيطاني؟ كل هذه الأسئلة يجيبنا عليها فضيلة الشيخ الدكتور أيمن علي، عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية العالمية والراقي الشرعي والمشرف العام على مركز طيبة لعلاج المس والسحر والعين بالرقية الشرعية، وهو ضيفنا في الاستوديو اليوم. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، شرفنا دكتور. الله يحفظك، بارك الله فيك. ثلاث سنين حضرتك غبت عننا. نعم. اشتقنا إلى رؤياك وإلى كلامك في الدين. الله يحفظك، بارك الله فيك. هندخل على طول يا شيخ. إن شاء ماشي. الله. الزمان ده للأسف الشديد كثر الدجالون، وللأسف الشديد برضو يعني الفضائيات سابت لهم أوقات كثيرة للأسف الشديد ليبثوا سمومهم في البشر. نعم. وللأسف الشديد إحنا كبشر يعني مش متعلمين، يعني مش أقوياء في الدين ومش أقوياء في العقيدة، وضعاف النفوس نصدقهم، ومعظمنا بيحب يصدق اللي بنصب عليه. نعم. سمعنا كثيرا عن العلاج بالقرآن، أستاذنك يعني إيه العلاج بالقرآن الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وصلاة وسلاما عن الذي لم ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما بعد، حياكم الله وحيا الله المشاهدين بكل خير. مسألة العلاج بالقرآن مسألة شائكة ومهمة جدا، لأنها تمس العقيدة الإسلامية الصحيحة. كيف لا وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الذهاب إلى غير الرقاة الشرعيين، غير المعالجين الشرعيين، واعتبر الذهاب إليهم قدحا في العقيدة. فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا فسأله، من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل منه صلاة 40 يوما. هذه أول مصيبة. وفي الرواية الأخرى الصحيحة التي صححها العلامة الألباني رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من سحر أو سحر له، أو تكهن أو تكهن له، أو تطير أو تطير له. ثم قال: ومن أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فاعتبر رسول الله الذين يذهبون إلى هؤلاء المجرمين أنهم كفروا بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم حاربوا الله ورسوله. الدجالون أو السحرة حاربوا دين الله وحاربوا العقيدة. وهنا مدخل ما معنى العلاج بالقرآن وما معنى المعالج الشرعي. العلاج بالقرآن كلمة علاج ثابتة في القرآن والسنة. ففي صحيح مسلم عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها ووجد امرأة تقرأ على أمنا عائشة، فقال لها، قال للمرأة، انظر إلى دقة اللفظ، قال لها: عالجيها بكتاب الله. قال للمرأة التي تقرأ على أمنا عائشة: عالجيها، أي عالجي عائشة بكتاب الله. وهذا دليل ثابت على أن القرآن علاج وشفاء. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هذا معنى العلاج. إذن القرآن علاج، نعم. ومسألة الاستشفاء بكتاب الله عز وجل ليست مسألة وليدة جديدة من أيام النبي فقط، إنما هي من فعل سلفنا الصالح والصحابة والتابعين وتابعي التابعين. وقد أنكر كثير من الجهلة هذا الأمر وحاربوا العلاج بالقرآن لأنهم لم يتعلموا دينهم. فلو أن المسلم تعلم هذه الروايات التي ذكرت بعضها، وإلا أنا كتبت بحثا ومبحثا وفصلا في رسالة الماجستير التي أكرمني الله بها في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت بعنوان أثر الرقية الشرعية كوسيلة من وسائل الدعوة إلى الله. وهنا وقف، أنه ينبغي على الراقي أن يكون متعلما، أن يدرس ويتعلم.
المسألة ليست تمام مهنة. يعني مش أي حد كده معلش مش محسن دلوقتي كده يقول لك ده أنا إيه حافظ آيتين لا. وممكن كمان مش ما أعرفش أقرأهم كمان أطلع كده ده أنا خلاص ناقي شرعي. لا هذا علم وأنا حققت ذلك في رسالتي وأسمي نفسي الشيخ فلان. هو لو حضرتك ترجع إلى أصل الموضوع وهذا عنوان الحلقة التي سنتكلم عنها العلاج بالقرآن بين الشرع الحنيف وبين الدجل والشعوذة والتفريق بينهما، وأنا اخترت هذا العنوان لأعلم الناس أولا أثبت لهم أن القرآن شفاء، ثانيا أن هناك علاج بالقرآن، ثالثا صفات الراقي الشرعي وكيف نفرق بين الدجال والراقي الشرعي. دكتور أيمن انا عارف ان يعني ان المفروض احنا اتفقنا على بعض الاسئله نعم. لكن يحضرني الان السؤال اللي هو المفروض يجي في اخر الحلقه، لكن انا دلوقتي انا كمحسن واحد من عامه الناس انا اعرف ان الدكتور ايمن ولا شيخ فلان ولا شيخ علان بيعالج، هل هو معالج فعلا بالقران الكريم ولا بيقرا ايتين وخلاص، ولا يعني اعرف ان ده معالج بالقران ازاي؟ نعم، اولا هذا ياتي بنا إلى معرفة أصل العلاج بالقرآن، وهذا ما حققته في الرسالة، حتى أنني أذكر أن الأستاذ الدكتور الذي كان يناقشني المناقش الخارجي في الرسالة طلب ذلك على الهواء، وقال بعد أن وافق على الرسالة ونناقش، وقال ائتني بأدلة من السنة والقرآن التي ذكرتها أنت في الرسالة تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقى وأباح الرقى، والأدلة كثيرة جداً. الرقية الشرعية وأصول الرقية الشرعية ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علمنا الرقية الشرعية، فكما في حديث جبريل أنه لما اشتكى رسول الله رقاه جبريل فقال بسم الله أرقيك، وانظر إلى كلمة أرقيك تأتي بكل الموضوع، بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك، معنى ذلك أن الرقية لها أصول. نعم ينبغي على الراقي أن يتعلم الأصول الشرعية فيدرس كتاب الله ويحفظ، لا ليس شرطا أن يكون حافظا للقراءات العشر، ما قلنا ذلك ولا قال علماؤنا ذلك، لكن يكون على علم شرعي. تمام دكتور أيمن، يعني حضرتك الكلام اللي حضرتك قلته ده نبهنا حاجة مهمة جدا. تفضل. الدعاء إلى الله تبارك وتعالى على المنابر وفي التلفاز المفروض يوجهوا الناس في الموضوع ده، ينبهوا الناس ويعلموا ده تنبيه دائم. نعم، عشان لو احنا سبناهم برضه هيعرف ازاي هيوصلوا المعلومه، اذا كان حضرتك فضلتك يعني طلعت معنا في الحلقه ديت ونبهت الناس، المفروض كل الدعاة ينبهوا الناس من من المنابر يا الدجالين مصر. والمشعوذين. المنبر وخطبه الجمعه من اهم المهمات، وأنا دائما يعني أذكر مشايخنا الأفاضل في وزارة الأوقاف أو الأزهر، وجلست مع الكثير منهم من المسؤولين وقلت لهم رتبوا هذه العناوين واجعلوها ولو مرة كل شهر، حقيقة السحر، علاج السحر، صفة الراقي الشرعي، ليتعلم الناس الفرق بين العمل الحجاب التميمة التي يفعلها الدجالون النصابون وبين الرقية الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله. والرقية على فكرة معناها الاستعاذة بالله عز وجل وبكتاب الله وبسنة رسوله، والاستشفاء بكتاب الله يعني طلب الشفاء بكتاب الله، قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قال تعالى وإذا مرضت فهو يشفين، قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الله. طب الرقية الشرعية بقى، نعم حضرتك قلت بعض الآيات، يعني في آيات معينة للرقية الشرعية؟ نعم. بتعالج إيه بالضبط؟ تعالج كل المشاكل مثلا؟ هذا يدعونا إلى الأمراض التي تعالجها الرقية الشرعية. تمام. والرقية الشرعية كما قلنا معناها الاستشفاء والاستعاذة بالله وبكلامه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في آيات معينة؟ لماذا الرقية الشرعية؟ حيدخلنا هذا الأمر في من الذي من أجله شرعت الرقية الشرعية؟ تمام. مسألة الجن والشياطين ومسألة الأمراض التي تعالجها الرقية الشرعية، وهي ثلاثة أمراض، المس والسحر والعين، هذه أمراض شيطانية ثلاثة. طبعا كل نوع من هذه الثلاثة يحتاج إلى حلقات وحلقات، لكن اليوم النهاردة فدكتور أيمن يعني يعتبر يعني حنلخص مدخل النهاردة إلى أن يكرمنا الله بحلقات أخرى إن شاء الله عز وجل إن شاء الله تعالى. المس أبدأ به أم نبدأ بالمس؟ طيب، المس والسحر والعين أمراض ثلاثة تعالجها الرقية الشرعية من الكتاب والسنة، يعني معنى ذلك أن هناك آيات
تعالج هذه الأمراض الثلاثة؟ نعم، ومعنى ذلك أن هناك أحاديث وأدعية نبوية تعالج هذه الأمراض الثلاثة؟ نعم، وكل ذلك ثابت. وكما ذكرت أنا تعمدت أذكر مسألة رسالتي في الماجستير حتى أرد على الجهلة والنصابين الذين امتهنوا هذه المهنة وهم لا يحسنون قراءة الفاتحة. أقسم بالله بعضهم لا يستطيع القراءة على المريض، فيشغل السماعات ومشي حالك ويخبط ال5000 وال10000 جنيه وخلاص، أعفى اللحية ولبس طاقية، عمل نفسه شيخ وطوابير عنده. يا أستاذ محسن، نحن لا نحارب أحدا ولا نشنع على أحد، إنما نريد من الذين يجهلون هذا العلم أن يتعلموا، وسأكون أنا وغيري من الرقاه أول المعاونين لهم في الخير. وأنا ذكرت ذلك مرارا أنني أرتب إن شاء الله عز وجل لتقديم دورات علمية. دكتور أيمن، مش عيب أن محسن مثلا يعني يتعلم، شيخ مستجد يعني، نعم يتعلم، مش عيب أنه يتعلم. لكن ولا العيب ولا إن أتقول على الله وعلى رسوله. طبعا، لأن هذا دين، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. أصول الرقية الشرعية أن يتعلم المسلم. استاذنك يا دكتور، معلش التليفونات كتير من أول حلقة كتير. بس أنا قلت يعني طيب. مش عاوز يعني طيب أقاطع حضرتك ونبدأ بقى بالتليفون. تفضل. الله يحفظك. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش ممكن أكلم الشيخ شوية بس عايزاه يعني يستمعني كده. حاضر اتفضلي. الشيخ مع حضرتك على الهواء. لو سمحت يا شيخ، أنا بقالي من حوالي سنة دخلت يعني تعبت ومعدتي وجالي دور كده، فعملت منظار وعملت منظار برضو على بطني ومنظار على معدتي، فقالوا لي يعني ان المنظار كويس ما فيهوش حاجه، شويه التهابات. فبعد كده جالي زي حاجه من الخوف كده، بقيت اخاف واقوم من النوم مفزوعه ومش عارفه ايه، بقيت اروح للدكاتره كلك يقولوا حاله نفسيه حاله نفسيه. الشيوخ يقولوا لي ده انت في سحر في سحر في سحر، كل شيخ اروح له يقول انت عندك سحر انت عندك سحر، وبيطلبوا مبالغ كتيره. ففوضت امري لله، رغم ان انا بصلي وبقرا قران وبسبح وعارفه ربنا، وبالليل بقى اما اجي انام ما بعرفش انام، حاجه كده بتطلع على صدري تخوفني وما بعرفش انام نهائي، وخلاص انا هموت دلوقتي وخلاص انا وعندي يأس من الحياه، وكل ما اروح لدكتور يديني حبوب للاكتئاب وانا مش عايزه اخد اي حاجه للاكتئاب، عايزه حاجه انت تنصحني بيها امشي بيها وتبعد عن الخوف اللي هو ماسكني ده. حاضر، هجاوب حضرتك. شاكرين من حاضر. أجيب حاليا ولا فضل الشيخ؟ لا فضل الشيخ. طيب، أولا أنا لي منهج في مسألة العلاج بالرقية منذ 25 سنة، من أول ما بدأت أتعلم هذا العلم وأطبق ذلك حتى في مركز طيبة عندي في الشرقية في بلدي العزيزية. أستاذنا بس أستاذنا في الكنترول يظهروا عنوان مركز طيبة في قرية العزيزية، مركز من القمح محافظة الشرقية. أرد على حضرتك وأقول منهجي الآتي، لو حضرتك ذكرت لي هذا الأمر كنت هسألك. أولا، عملت تحليل طبية؟ عملت سي بي سي سي ار بي، صورة دم كاملة، انزيمات، هرمونات، كرياتين، عملت كل حاجة وما عنديش حاجة، الطب قال ما فيش، عملت منظار عملت ما فيش أي حاجة. طبعا آلاف الحالات زي حضرتك قرأت عليها وثبت أنها مش مريضة عضوية. طب عملت كل حاجة وما فيش تفسير طبي، على طول مباشرة بنقول إن هذا غير عضوي. طيب، لا أجزم، وهذه نصيحة مني للرقاة أيضا، لا تجزم بأن الموضوع سحر أو مس أو عين بالويم. يعني أنا سمعت من حضرتك ما أقولش أبدا سحر أو مس أو عين إلا بعد أمرين. الأمر الأول الأعراض اللي حضرتك ذكرتيها، الأمر الثاني أقرأ على حضرتك الرقية الشرعية أو غيري يقرأ رقية شرعية. إذا ظهرت أعراض السحر أثناء القراءة وهي أعراض السحر هنقولها إن شاء الله في سياق الكلام. طيب، هل لهذه الحالة علاج؟ لأن هذا نحن كرقان نصنفها أنها سحر مرض، وهذه أنواع السحر العشرة التي سأتكلم عنها. سحر المرض واقع ويسبب في البدن آلام يعجز الأطباء عن تشخيصها، علاجه بكتاب الله وسنة رسوله بالرقية الشرعية وبالأدوية النبوية الثابتة فقط، مش الكلام الفارغ اللي الدجالين بيعملوه يعني الترياء والحلتيت والمر، كل يعني ده يمرض. يعني يا دكتور أيمن، حضرتك يعني بتقول المريض اللي هيجي لحضرتك المركز روح الأول اعمل تحليل، خد الأطباء الأول. طبعا، لأن أنا مش طبيب، أنا دكتور في الشريعة وراقي شرعي لكن مش طبيب عضوي، فهذا من باب ان احنا ناخذ بالاسباب الشرعيه. يعني والدنيا يروح للاطباء كل حاجه استنفذت خلاص يجي لحضرتك، ومش اي رقاه، وده اللي هنتكلم عنه ان شاء الله عز وجل.
وعلى فكرة النقطة دي خطيرة جدا، لأن بعض من يدعي الرقية هو دجال في لكنه في صورة راك، فيذهب إليه المريض مثل هذه الأخت الفاضلة غريق غريقة خلاص، والمريض غريق عاوز أي نوع من أنواع أي أشياء يبدأ يمرضه عشان يرجع له تاني، يروح له مرة واثنين وعشرة وعشرين، وبعضهم والله يعطي المريض أدوية بحجة العلاج من مرة واحدة وبثلاث آلاف وخمس آلاف وعشر وبجلسة آلاف واحدة. وهذا كذب وبجلسة واحدة وبجلسة، وهذا كذب، كذب على الله ورسوله. أنت إزاي تعلم أنها هتخف في جلسة واحدة؟ ربما تاخد جلسة وربما اتنين، هذا ادعاء للغيب. والسحر ليس كالمرض العضوي، مش أول ما أقعد أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزل خلاص هيخف المريض. بعض الحالات أولا هذا غيب، والراقي لا يعلم الغيب، وثلاثة أمور لا يعلمها الراقي. وأنا أنبه كل شخص أتاني إلى المركز أقول له ثلاث حاجات إحنا ما نعرفهاش، مين اللي عمل السحر اللي قام به، وإمتى اتعمل، وفين اتعمل، إحنا ما نعرفش الكلام ده. إحنا وظيفة الراقي حاجتين، معلش هقطع بقى، التشخيص والعلاج. هقطع حضرتك في الحتة دي، أنا بقول إيه لإيه؟ مين اللي عمل؟ اللي عمل؟ ولا فين؟ فين اتعمل؟ امتى اتعمل؟ الراقي لا يعلم هذه الأمور. ومن ادعى ذلك فهو دجال نصاب يستعين بالشياطين. تمام. اللي بيسموه الخدمة. تمام. اللي يقول لك أنا معايا خدمة، هو خادم وليس مخدوم من الشياطين، لأن الشياطين لا تخدم إنسانا إلا إذا كفر برب العالمين. لا إله إلا الله. فما فيش حاجة اسمها خدمة. ده الكثير آلاف، بعضهم أئمة مساجد، وجاءني يعني آلاف الحالات، قالوا ذهبنا إلى الشيخ فلان إمام. أنا لا أتهم أحدا، لكن بيقول أنا معايا خدمة مسلمة هكشف عليكي. أصلا معايا قرين مسلم. ما فيش حاجة اسمها قرين مسلم، إنما هو شيطان كافر معاه. طيب. شيطان والعياذ بالله. تمام. هات ما عندك من الأسئلة. حضرتك دلوقتي إحنا قلنا المس والسحر والعين. نعم. عاوز بقى نفرق بين الثلاثة. جميل. المس هو تلبس الجن أو الشيطان بجسد الإنسان. يعني إيه جن؟ الجن هم خلق من خلق الله، ذكروا في القرآن بلفظ الجن والشياطين والجان والشيطان، أربعة ألفاظ تعني هذه المخلوقات، خلق من خلق الله. قال تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. نحن لا نراها، لا نرى الجن، ولا يستطيع إنسان على وجه الأرض أن يرى الصورة الحقيقية صورة كاملة. وهذا رد على الأطباء النفسيين المساكين الذين ينكرون وجود الجن، بل ينكرون أذى الجن بالإنس. وأنا لي مبحث كامل في الرسالة الرد على من أنكر التباس الجن بالإنس، وذكرت الأدلة من القرآن. قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال ابن كثير الذي يأكل الربا كالمصروع الذي يلتبس الشيطان ببدنه. هذه أدلة، ناهيك عن الأدلة من غير الصورة كاملة. طبعا صورة كاملة صورة الجن. هذا المس هو التباس الجن بجسد الإنس، والتباس أنواع طبعا تأتي معنا بعد ذلك، التباس جزئي أو كلي أو طائر أو أو، لكن هذا معنى المس. طيب إيه معنى السحر؟ السحر لغة ما خفي سببه، وشرعا أو اصطلاحا معناه تعاويذ وتمائم كفرية يستخدمها الساحر في أذى البشر، هذا معنى السحر. قال تعالى قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. قال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقصة سيدنا موسى وسحرة فرعون، وقصة رسول الله كما في البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم سحره لبيد بن الأعصم المنافق اليهودي، وألقى السحر في بئر ذروان ودعا رسول الله، والحديث في صحيح البخاري، سحر رسول الله. نعم، وكان سحر يسمى سحر التخيل. السحر. استاذنك يا دكتور معلش، اتصال. الاتصالات كثيره. ام ساره من البحيره، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي يا ام ساره. ايوه الشيخ مع حضرتك، اتفضلي. انا عندي بنتي عندها 18 سنه، وبقالها أزم من سنتين كده ساعات بتتعب وصوتها بيتغير، وصوابعها ايديها ورجليها كده بتتحول والصوت بيتغير كده، وبتبقى عصبيه جدا، وبحس ان مش هي اللي واقفه بتتكلم معانا، بيبقى حد تاني. وجبت لها اكتر من شيخ وقال ان هي عندها مد. بتشوف احلام مزعجه او كوابيس؟ بتشوف احلام مزعجه حضرتك؟ طيب بتظهر على جسمها بقع او خرابيش او كده؟ طيب شكرا شكرا ام ساره، حضرتك ان شاء الله فضلت الشيخ هيجاوب حضرتك. طبعا دي علامه من علامات المس، هذا الجن. الفرق بين المس والسحر، وهعود لحضرتك، فرق واحد. الفرق ان المس هو أذى من الجن للإنس دون توكيل.
وله اسباب كثيره، منها العشق اللي احنا بنسميه مس العاشق، منها اذى الانسان للجن، يطلع انسان في صحراء يرمي طوب تنزل على عيل من عيالهم تؤذيه، منها المكوث فتره طويله في الحمام، استماع الاغاني والمعازف والافلام والمسلسلات والسواد التي خربت البيوت، المعاصي، اسباب كثيره. اذى من الجن للانس بدون توكيل، هذا المس تلبس. طب السحر هو زي المس لكنه بتوكيل. أذى من الجن للإنس بتوكيل من إنس لساحر. واحدة تبيع ذهبها وتروح تدفع للساحر الكافر 5000 10000، تقول له اعمل لي سحر مرض لفلانة تمرض، تتعطل جوازها، تنجن، اربط لي فلان عن زوجته، هذا اسمه السحر بتوكيل. انواع هنذكرها. حالة بنت حضرتك معلش، حالة من المس. حضرتك برضو قلت لي حاجة دلوقتي التعطيل، يعني فيه هنا في رسائل الصفحة استاذة غادة فرغلي بتقول يعني ان ايه صاحبتها اللي بتقول ان هي كل شويه تتخطب وتتساب، فيعني هل ده عمل طبعا حاجة؟ ده سحر، ده نوع من انواع السحر التي ساذكرها، لكن حضرتك طبعا سبقتني. هو سحر التعطيل، ومنه تعطيل الزواج. طبعا احنا بنرد على اللي يقول لك ازاي سحر وربنا عز وجل يمنع وهو الذي يكتب على الانسان. اقول لك كده الايه 102 في سوره البقره، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فدل ذلك على ان تعلم السحر كفر. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهذا سحر التفريق، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إلا بإذن الله. فإذا أراد الله أن يبتلي عبدا ابتلاه في ماله أو في صحته، هذا نوع من أنواع الابتلاء والاختبار، وبقدر الله، والله عز وجل قادر على أن يمنع هذا الابتلاء، لكنه يبتلي العبد ويصيبه ليعود إلى الله. سحر التعطيل يأتي في الزواج نعم، لكن كيف نحكم على أن هذا سحر؟ مش معنى ان كل واحد دماغه صدعت يبقى مسحور ومعمول له عمل، لا فعلا. مش معنى ان واحد اتاخرت في الزواج يبقى معمول لها عمل فعلا. دكتور يعني كل دلوقتي احنا ماشيين ايه في حاجه ايه ده مثلا ده الناس بتبص لي عشان كذا، لا في حاجه اسمها اعراض كل شويه يعني. اصلا استاذ محسن الراقي كالطبيب، ولذلك انا بسمي المركز بتاعي عياده، لان انا طبيب بعيدا عن ان انا معايا دكتوراه في الدعوه او غيره، لا انا طبيب ودارس. بيجي لي الشخص بقرا عليه الرقيه من الكتاب والسنه واساله عن الاعراض، إذا ظهرت عليها أعراض أثناء الرقية أيوة بقول دكتور. ده نوعه كذا. أيوه دكتور بقى يعني حضرتك بقى معلش تدخل بقى في شغلك بقى، يعني حضرتك بتعرف إزاي إن هو ممسوس أو مسحور؟ جميل. إحنا قلنا أولاً إن المس أذى من الجن للإنس بدون توكيل. تمام. له أعراض والسحر بتوكيل. هتدخلنا في معلش في بحب أعرف يعني في تفاصيل كثيرة وهتحرق الحلقات اللي جاية أحياناً الله لا يعني ده إيه يعني لقطات كده. حاضر، لقطات سريعة. السحر زي ما قلت لحضرتك هو أذى من الجن إنس بس بتوكيل. العين عشان ما نفوتهاش ونفرد لها بعد ذلك. أذى من الجن للإنس بعين شيطانية، والحسد هو تمني زوال النعمة من المنعم عليه. عين شيطانية سهم من سهم إبليس، كما قال رسول الله العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. ألا يعني وقال تعالى ومن شر حاسد إذا حسد. طيب نرجع بقى ازاي نعرف ان ده مس او سحر او عين. كل مرض من الامراض الثلاثه له اعراض. مثلا اعراض المس، تجد ان الشخص ينقلب حاله، تظهر عليه امور ما كانت موجوده قبل ذلك، زي الاخت بنتنا اللي هي 18 سنه اللي الاخت ذكرت ان بنتها بتظهر عليه، دي حاله مس. ورغم ذلك قد تتشابه بعض اعراض المس مع السحر لكن تظهر اثناء الرقيه. باختصار اعراض المس كثيره: بعد عن الله، ثقل في الصلاة، بعد عن الطاعة، محبة للمعصية، محبة للفواحش، فتجد الشاب أو الفتاة أو الرجل أو المرأة يشاهد أحلام فيها تحرشات جنسية، أحلام فيها فاحشة، بعد عن القرآن وتأثر رهيب، إذا سمع القرآن يصرخ يقول لك ابعدوا عني. بعضهم تظهر عليه زي ما سألت الأخت بقعة سوداء أو زرقاء أو خضراء. بعضهم كان عندي حالة في المركز منذ يومين، أخت والله خرابيش وكأنك ماسك سكينة كده، ولولا يعني طبعا جسمها كله، قلت لها اكشفي لأن لا يجوز طبعا أن تكشف جسمها أمام راقي أو يختلي الراقي بامرأة دون محرم، وهذا شغل الدجل والبعد عن الله والفحشاء يفعله كثير ممن يدعي الرقية. يقول لها اطلعي وخليكي لوحدك
وتجد أن الزوج الذي لا يعلم أحكامه الشرعية يوافق على ذلك. فقلت اكشفي كفك، فكشفت كفيها من هنا كده خرابيش والله، دماء تظهر على يديه. قلت من فعل بك هذا؟ قالت الجن. وشبه يوميا هذا الأمر، أقوم من النوم أجد وبعضهم يظهر عليه علامات الصليب إذا كان الجن من النصارى أو من اليهود أو. فهذه أعراض المس باختصار. أعراض السحر، السحر أنواع. فهناك سحر المرض، سحر المرض وركز تحت دي، جاءنا حالات شلل وحالات عجز الطب عن علاجها، وهذا رد على الذين ينكرون السحر وينكرون تأثير السحر. لكن يا دكتور معلش حتى دي بالذات عشان أنا يعني اشتغلت كتير مع ذوي الاحتياجات الخاصة. للأسف الشديد دجالين كتير استغلهم أحلى استغلال. طبعا طبعا، ما هو أو أسوأ استغلال. طب استاذنك بقى التليفون ده، أمة الله. أمة الله السلام عليكم. يا أمة الله قطع الاتصال. اتفضل. كتير من ذوي الاحتياجات الخاصة وخاصة مرضى المعدات، عشان المرض ده يعني ما فيهوش علاج أو لا علاجه موجود بس في دول معينة. نعم. ويستغلهم السحرة والدجالين أسوأ استغلال. والآخر خالص برضه هو مريض وهو عنده ضمور عضلات وهو الحل إيه؟ الحتة دي عشان منبه بس إخواتي من ذوي الإعاقة. جميل. أولاً الأمراض ثلاثة: مرض عضوي أو طبي، مرض نفسي وعصبي. يعني إحنا كرقاة نؤمن ونصدق أن هناك أمراض نفسية. إيه معنى المرض النفسي؟ خلل كيميائي في المخ. هل له علاجات؟ نعم، لكن كل 1000 واحد لما يصاب بمرض نفسي. وهذا رد على الأخت اللي قالوا لها وآلاف الحالات يذهبون إلى الطبيب النفسي الذي ينكر أصلا هذا الأمر، إلا من رحم الله طبعا، ونحن نحترمهم رغم أنهم ينكرون ذلك، ينكروننا كرقاء أصلا. نقول نحن نعترف بالطب النفسي، لكن إذا ثبت خلو المريض من المرض العضوي وأمراض الرقية المس وسحر والعين، نقول له اعمل رسم مخ، اعمل أشعة على المخ، اكشف عند طبيب نفسي في أمراض نفسية، الشيزوفرينيا، البارانويا، الانفصام، الوسواس القهري، الاكتئاب، الأرق. يعني احنا معتبرين المرض الثالث وهو المرض الشيطاني اللي احنا بصدد الحلقة. طيب المرض الطبي ومنه ضمور العضلات، منه أصحاب الأمراض الخاصة. ينفع يجي لي رجل مثلا عنده مرض ضمور العضلات ويقول لي ارقيني عشان أخف؟ أقول له يا أخي الكريم، مريض السكر لا يتعالج بالرقية، الله قادر على أن يشفيه، لكن الله أمرنا بالأخذ بالأسباب. إن كان عندك مرض شيطاني مس أو سحر أو عين، هذا شغلنا بكتاب الله وسنة رسوله. لكن مرض عضوي تابع مع الدكتور العضوي. قال تعالى لمريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. والله قادر أن ينزل لها التمر، لكنه أمرها بالأخذ بالأسباب. وجاءها المخاض، امرأة تلد. علشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فإن الله أنزل الداء وأنزل لكل داء دواء. أستاذنك برضو الاتصالات كثيرة. السلام عليكم أستاذ أحمد. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل أستاذ أحمد. أنا حابب أشكر دكتور أيمن على البرنامج الجميل جدا دوت. الله يحفظه. ومبسوط جدا إن يعني حاجة زي كده موجودة، علشان في يعني ناس كتير دجالين موجودة في الأيام دي، وربنا يسدد خطاك يا دكتورنا الفاضل ويكثر من امثالك. مع حضرتك الله احمد رضوان من المنوفيه. اهلا وسهلا احمد رضوان، بارك الله فيك يا استاذ احمد. حبيبي يا دكتور، جزاك الله خير. جزاك الله خير. في اي سؤال يا استاذ احمد؟ ولا اي حاجه، انا بس ببارك. الله يكرمك. الله خير. احسن الله اليك. احسن الله اليك وجزاكم الله خيرا. شكرا لك. الله يحفظك. حفظ الله. ناس كثير يعني اتصالات كثيره، مبسوطين انهم يعني فعلا عاوز يعرفوا دينهم. هذا ديننا، عقيدة. برنامج عقيدة. يعني وعلى فكرة برضو احنا والله طيبين، يعني البشر برضو يعني معظمنا طيبين، كل الناس عايزين اي والله فيها خير، وعايزين اي حاجة في الدين، اي حد يقول لنا حاجة في الدين. استاذ محسن، هذا الامر شائك جدا، وانا بعد نزولي من المدينة النبوية واستقراري في مصر الحبيبة اثرت ان اتكلم في كل الاماكن لاحذر الناس من هذا الامر، وانشر في الناس ثقافة العلاج بالقرآن. ولو تتذكر منذ 3 سنوات أنا قدمت عدة حلقات، حوالي 12 حلقة على هذه القناة، وهناك حلقة كانت بعنوان كيف أرقي نفسي وغير. لماذا؟ أنا أريد أن يتعلم المسلمون العلاج بالرقية الشرعية فيرقوا أنفسهم. طب إذا ما علمت الرقية الشرعية، اذهب إلى راقي شرعي وتعلم. وعلى فكرة، والناس الذين يسمعونني وزاروني في مركز صيبة يعلمون ذلك، من يأتيني من الصعيد أو من أي دولة أخرى أو أقول له لو سمحت
انا شخصت مرضك وقرات عليك ورسمت لك برنامجا علاجيا بكتاب الله وسنه رسول، يا ريت ما تجيش تاني. فيقول لي يا دكتور خليني اجي لك، اقول له لا، حتى لا يتعلق قلبك بي، علق قلبك بالملك. طبعا. واذا مرضت فهو يشفي، اذا احتجت شيء تواصل معايا على الواتس او على الماسنجر في مقابل. لا طب هل معنى ذلك ان كل الحالات كده؟ لا، بعض الحالات تحتاج الى جلسه واثنين وثلاثه، لكن في اول جلسه بقول علق قلبك بالله واذا مرضت فهو يشفي. فثقافه تعلم العلاج بالرقيه علمها لنا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كما في حديث عوف بن مالك الاشجعي قال: كنا نرقي انفسنا وغيرنا في الجاهليه قبل الاسلام، كان المشركون لكن كانت الرقى شركيه. فقال: يا رسول الله ماذا ترى فيما نفعل؟ يعني انت شايف ايه؟ قال رسول الله لعوف بن مالك: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. يعني أباح رسول الله الرقية، وكثير من الصحابة رقى. طيب دكتور، أنا برضو أعرف يعني ده راقي شرعي ازاي؟ الفرق بين الراقي الشرعي والدجال والساحر. بعد أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فروق كثيرة ذكرتها في على صفحتي وفي غيرها، وفي عجالة لأننا ذكرت ما يقارب 25 فرق. أولها أن الراقي لابد أن يكون على علم شرعي ويكون مستقيما على طاعة الله. طيب أستاذنك دكتور، هذا شيء معنا اتصال الأستاذ علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أستاذ علي. بشكرك دكتور والشيخ بتاعنا على النصائح الجميلة. الراقي لا ينفرد بأي امرأة، ولا بد أن يكون منها محرم، ولا يلمس امرأة. نعم. والنصائح اللي بيقدمها هي في ميزان حسناته. جزاك الله خير. وكان في سؤال عندي. تفضل. بالنسبه انا بحس بتساؤل كثير جوه بصوت عالي. نعم. والمدام نفس النظام وعيني بتدمع بسيط، وهي شافت رؤيه زي الفيران في الشقه يعني عضتها في رجلها، وفيران كثيره نزلت رمح وتعمل. نعم. وبرضه عاوزين نعرف علاج الجن العاشق او المس العاشق ده. حاضر. شكرا. ابشر ان شاء الله. اجيب ولا نكمل؟ لا تفضل. طيب التثاؤب هذا سياتي معنا في اعراض العين او الحسد. اذا قرات عليك الرقيه الشرعيه او حضرتك استمعتها اكثر من مره وحصل تثاؤب او تثاءب الراقي، بعض الحالات كده يتثاءب الراقي او يتثاءب المريض، هذه علامه من علامات العين او الحسد. وخلي بالك هناك فرق بين العين والحسد، لان العين ممكن الانسان يعين اقرب الناس اليه بان لا يدعو بالبركه، أما الحسد فيأتي من حاسد آخر. يعني ممكن الإنسان يصيب ابنه بالعين أو يصيب نفسه كما في حديث مسلم سهل ابن حنيف وعامر ابن ربيعة. هذه أعراض عين، يعني أعراض أذى لك من عين حاسدة. ارقي نفسك في كتاب الله. بخصوص العين يعني يشيع في بعض الأماكن بعض الشركات إن في إنسان معين مثلا شغال في الحسد، الله ينور، عينه يعني حساد، عينه مبرد. أيوه. يقول لك أستاذ. طب هل يعني التطاير ده يا شيخ؟ لا لا، إحنا أولا الحاسد مكشوف سبحان الله ومفضوح أمام الله ثم أمام الناس، فتجده مشهورا بين الناس. أحد الإخوة وأنا في مكة المكرمة عشت فيها 4 سنوات قال لي: كان معنا زميل أقسم بالله والعهد عليه، يقول طبعا مشهور بالحسد، يقول: كنا نرفع له الفنجان هكذا ويقول: يا فلان تبغى أكسر لك أكسر الفنجان؟ يقول: اكسر. يقول يخف من بعد يقول: وما إيش هذا، هذا فنجان ما شفت زيه، يقسم بالله أن الفنجان انكسر في إيدي. قلت له: هذا صاروخ أرض جو والعياذ بالله، حساد ويتباهى بذلك، وهذا واقع. ولذلك قال الله: ومن شر الحاسد إذا بالتباهي في يعني اخ لا داعي لذكر اسمه، بعضهم يتباهى بذلك سيبتلى والله، وسيبتلى في اقرب الناس اليه والله اعلم. احذر مني يا محسن، يتقي الله. لا شوف يا استاذ محسن، امرنا رسول الله بالاخذ بالاسباب، ومن اعظم اسباب الحمايه اقولها للجميع اذكار الصباح والمساء، الورد القراني يوميا، الصلاه. استاذنك يا دكتور معلش الاتصال كثيره جدا. الاستاذه اسماء، السلام عليكم. عليكم السلام، من الاخبار يا شيخ؟ تفضلي. تفضلي. ماشي، انقطع الاتصال. انقطع. حالة الأخ الذي سأل بارك الله فيه، التثاؤب علامة من علامات العين، يرقي نفسه ويقرأ سورة البقرة يوميا
ويقرأ هذه السور الجميلة المؤثرة تأثير رهيب في الجن. طب كويس يا دكتور انت. سورة طه النور قبل ما انسى بس. سورة يونس. تمام. سورة ياسين، الصفات، الدخان، الجن. كل ده؟ القرآن كله شفاء عامة. يقسم ذلك، يعني أنا أكتب هذا البرنامج يعني مثلا أنا وأقسمه على مدى الأسبوع. أنا نازل مثلا الصبح ومعي أولاد. مثلا أقرأ. ماشي وخايف عليهم. بالضبط. واسمع الرقية بالسماعات. والعين والحسد. نعم. أعمل إيه وأنا نازل وقت أهو رايح المدرسة الصبح كده وأوصل أولاد. أول حاجة قبل ما أنزل المدرسة أصلي الفجر في جماعة. تمام. رقم واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله، يعني في حفظ. أوعى تسيب الصبح. تمام. وأوعى يا أختي تسيب الصبح، وربي أولادك على صلاة الصبح اللي هي الفجر، مش الصبح الساعة 7 8، لا، صلاة الفجر في وقتها. تاني حاجة يقول أذكار الصباح. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح فقال، شوفوا المضاد الحيوي النبوي، من أصبح فقال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، 3 مرات لم يضره شيء حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي لم يضره شيء حتى يصبح، وغيرها كثير. أدعية الحفظ كثيرة لا يتسع الوقت لذكرها. يحافظ على الأذكار. يأتي وقت الضحى من بعد شروق الشمس بقدر رمح، ربع ساعة تلت ساعة لحد قبل الظهر، يصلي الضحى، صلاة الأوابين والصدقة عن المفاصل. أنت الآن ستكون في حفظ الله، يقرأ قرآن في ورده اليومي، يشعر بهذه الأعراض سواء مس أو سحر أو عين. القرآن شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمين؟ للمؤمنين. ربنا ما قالش للمسلمين، لأن المسلمين الأونطاجية كتير، لكن الله قال مسلم بالبطاقة. في مسلمين بالبطاقة كتير، يأتي ولا يصلي وتقول له ليه ما بتصليش، يقول لك مش فاضي. ولما يبتلى بالمس يقول لك هصلي. طب ما كان عندك من البداية. صح. الوقاية. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة، هدف الدنيا. والله لو أنك ملكت الدنيا، القصور والمناصب والأموال، وأنت بعيد عن الله، لن ينفعك هذه الأمور. أستاذك شيخ أم أحمد من فيوم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أم أحمد. إزاي حضرتك يا أستاذ؟ حياكم الله. الله، الله يحفظك. بارك الله فيك. وفيكم بارك الله. وفيكم بارك. ممكن اكلم حضره الشيخ لو سمحت؟ الشيخ موجود مع حضرتك على هواء مباشره، اتفضلي. ازي حضرتك يا شيخ؟ الله يحفظك بارك الله فيك. الحمد لله. ربنا يبارك فيك ويعزك ويعلي شأنك يا رب العالمين. امين واياكم الله يحفظك. لو سمحت، انا راقيه فعلا بركي بقالي فتره، بس محتاجه لتعليم اكتر يعني. الله ينفع بك يا رب. لو سمحت انا عايزه رقمك الخاص اول حاجه، وثاني حاجه عندي كذا سؤال كده يعني عن الجن اللي هو الطارق جديد، لما بقعد اقرا عليه اكثر من أحمد. مره واثنين. ام احمد، الارقام على الشاشه ان اليها حضرتك، الارقام على الشاشه، ارقامي موجوده حضرتك على الشاشه، وتواصلي معايا وانا برد على كل الناس ان شاء الله. خلاص ماشي. بس السؤال طيب. طيب اتفضلي. اتفضلي. لو الجن الصرع اللي هو بيبقى في الانسان ده، بقرا يعني بقرا عليه اكثر من مره الرقيه الشرعيه وما بيجيبش معاه نتيجه. نعم. فانا عاوز علاج الحاجه بالضبط، يعني لو في انسان عنده سحر في البطن علاجه ايه؟ والانسان اللي هو فيه جن من غير سحر عاوز علاجه برضه. يا ريت يا شيخ، يعني بارك الله فيك زي ما انت بتقول، هقف مع الناس كلها، ربنا يبارك فيك وان انت تكون معلم لنا يعني. نفع الله بكنا وبكم. حاضر. شكرا ام احمد. شكرا يا ام احمد. اولا انبه ما شاء الله شيء جميل جدا. شيء يعني جميل. ما قالتش مثلا، هذا نادر ترى، هذا الامر نادر. ما قالتش ايه الشيخ اللي هيعلمني ده، انا استاذه ودكتوره ورئيس قسم. جزاه الله خيرا. يا ريت كل الناس تتعلم من بعض. يا ريت والله. استاذ محسن، النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنه. انا اقول عن نفسي مش طالب علم، طويل بعلم، واظل اتعلم واتعلم وافتي الناس بفضل منذ 20 سنه، ورغم ذلك أرجع إلى مشايخي وعلماء السنة. تمام. الكبار في مصر وفي غيرها، لأربي أولادي على أن وفوق كل ذي علم عليم. فشيء جميل إن إحنا نتعلم ونعلم. الأمر الثاني، هذه الأخت الفاضلة، أنا طبعا أرى أن تصدر الأخوات للرقية هذا شيء جميل لكنه خطير، لأن المرأة تصدرها للرقية سبب لأذاها أو أذى أولادها، لأن المرأة ضعيفة. لكن إذا وجدت أخوات تملكن الشجاعة. أيوة. والعلم، فلا ترقي إلا النساء. تمام. والبنات اوعي ترقي رجل أو ترقي شاب. إذا وجدت الأخت على علم وشجاعة وقوة، لأن الأخت طبعا ليه كده، إحنا ما بنحرمش الرقية على المرأة. تمام. لكن إحنا خايفين عليهن والله.
لان احنا نفسنا اذينا كرقاة. المرأة تصاب ب يعني ابتلاء العذر الشرعي وغير ذلك، وتتغير نفسيتها، فيأتي الجن ويترص. اذا كان الجن يترصد بالرجال يترصد بنا، فما بالك بالنساء. لكن اذا كنت على علم وتعلمت واردت اي شيء، انا خادم لكل من أراد الخير، وتليفوني أرد على الناس دائما، ومن بعد صلاة العشاء بفتح تليفوني والواتس موجود. طيب الأخت بتسأل بتقول قرأت على بعض الناس والجن لم يتأثر. إن كنت تقصدي امرأة هذا شيء طبيعي لأنك أخت فاضلة مثلها، فالجن بيتأثر على النساء وهذا واقع كثير من الأخوات. العيب مش في القرآن، لا حاشا لله، القرآن عظيم، لكنه يعلم ضعفك البشري أنك أنثى. فنحيل هذه الأخت الممسوسة إلى راق شرعي، تذهب إلى محرم لا يختلي بها ولا يلمس جسدها، وأنا بقول كده. والراقي حتى وإن كان راقي إذا لمس امرأة اعرف إنه مش مظبوط. إذا اختلى بامرأة، إحدى الأخوات منذ أيام من القاهرة جاءت إلى المركز وقالت أمر زوجي أن يخرج، وفوجئنا بعد ذلك إنه مركب كاميرات بيصور النساء والعياذ بالله. قلت وفين جوزك إنه يسمح انه يختلي بك؟ يعني احنا وصلنا لهذا الجهل، لهذا الجهل. اذا كان لا يجوز للطبيب ان يختلي بامراه ولا يلمس امراه الا لضروره شرعيه، فما بالكم في فما بالك بهذا الامر. المراه التي تسرع، احنا شفنا في خلال ال 25 سنه يا استاذ محسن، شفنا العجب العجاب، وليس من راى كمن سمع. ونسال الله الثبات، نسال الله الثبات، لان انا بعتبر هذا ابتلاء لي، يعني أنني اختبرت بهذا، لكن لو تركته سأتركه للدجالين المجرمين. واحد يذهب إلى بيت يعتدي على النساء ويأخذ 25,000 جنيه في ساعة، واحد يقول لا لازم عربية تيجي تاخدني واخد 5,000 جنيه في الجلسة، واحد يقول في السحر في جلسة واحدة عشان خدها ب5,000 جنيه، أي إسلام هذا؟ دكتور أيمن للأسف الشديد الوقت مر سريعا 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 سريعا. لا طيب. أول وقتها مرة سريعا، لكن طيب. أنا بعض النصائح للاثنين بقى، لزملاء حضرتك من الرقاة الشرعيين والمبتلين. أولا لابد أن نعلم الفرق عشان ما تروحش منا النقطة، ونكمل إن شاء الله إن أحيانا الله عز وجل وقدر في حلقات أخرى. علشان تعرف إن هذا راقي شرعي أو ساحر، إذا سألك عن اسم الشخص واسم الأم اعرف أنه دجال وساحر. إذا قال في جلسة واحدة اعرف دجال وساحر لأنه ادعى الغيب. إذا أخبرك بأمور غيبية أنت لسه ما حكيتهاش اعرف دجال وساحر لأنه معاه خدمة الشياطين. تسأل القرين اللي بره وتدخل تقول له ده جاي عشان كذا وكذا وكذا. إذا طلب منك أثر، الناس بتسميه أثر منك، اعرف دجال وساحر. إذا طلب منك بخور وحلتيت ومر وحاجات تحرقها وتحطها في الحمام، اعرف انه دجال وساحر. إذا اختلى بالمرأة وأعطاها بعض الأمور تضعها في أماكن معينة، اعرف دجال وساحر. أمور كثيرة كثيرة جدا نكملها إن شاء الله. لكن نصيحتي للرقاة، أولا أن يتقوا الله في المرضى وليعلموا أن هذا الطريق خطير. قال تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، وقال تعالى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. أنت على ثغر من ثغور الإسلام أيها الراقي. لا تنصب بعض الرقاة يروح له في اليوم 500 حالة. يعني كيف يا أخي 500 حالة؟ أنت قرأت على 500 حالة إزاي؟ ده أنت لو اديت لكل واحد 10 دقايق في 500، إزاي 500 حالة؟ 5 دقايق ويخبط الألف جنيه ومع السلامة. لا، وبعضهم يحيل كل شيء عن المرض النفسي، وهذا خطأ. تعلم، وهذا الأصل اللي احنا قلنا عليه، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. تعلم أصول الرقية الشرعية، اعرف أعراض المس، أعراض السحر، أعراض العين حتى لا تضل. فإن لم تظهر فوجهه للطبيب العضوي، إذا أنت أصلا في البداية لم توجهه، إذا عجز فما تبعلوش وتنصب عليه وتوهمه، لأن بعض الناس يروح أول ما دماغه صدع يقول له لا لا ده أنت معمول لك عمل. نقرأ على الشخص اللي إيه سليم تماما لكنه مر بظروف نفسية صعبة، نقول له يا أخي عليك بالقرآن، القرآن شفاء، قل هو للذين آمنوا. أنت مش مسحور لأنه لم تظهر عليه أعراض. فأقول لنفسي وأذكر نفسي والرقاه بأن نتقي الله في المرضى، نتقي الله، لا نفعل أمرا يخالف سنة رسول الله. بعض الرقاه، وأقول رقاه لكنهم جهلاء،
يشتغل بالابر يقعد يغزغز في المريض ويطلع دمه ويقول له عشان اخرج الجن، بدع. بعضهم يحرق بالنار، بعضهم يخنق. وكم من حالات ماتوا والله بسبب الخنق. يقول لك جات لي حاله من ايطاليا، اخ فاضل ذهب الى شخص جاهل خنقه حتى كادت روحه ان تخرج، ويقول له بخنق الجن. جن ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. بعضهم يضرب النساء، بعضهم يكشف النساء، بعضهم ياتي بالشمع ويوقده وينزل النار يقول له بحرق الجن. الان طالعين في قصص جديده يقول لك الجلوكوز المقروء عليه. هذا كلام فارغ، هذا كلام فارغ، وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث دكتور ايمن يطول لحلقات كثيره، هي مع حضرتك والناس تعرف يعني دينها، وهذا ديننا برنامج يعني نتعلم فيه ديننا. فعلا كنا محتاجين فعلا حلقات زي دي كده، وانا ادعو كل زملاء في جميع الحلقات في جميع القنوات يشوفوا يعني ناس رقاه شرعيين صح، دعاه الى الله سبحانه وتعالى بصدق، ويعملوا حلقات يعرفوا الناس دينهم، يعرفوهم من هو الراقي الشرعي ومن هو الدجال والمشعوذ. بجد يعني سعدت بحضورك النهارده دكتور ايمن. مشاهدينا الكرام، هكذا انتهت الحلقه سريعا سريعا، ودائما الاوقات الجميله تمر سريعا سريعا. كان ضيفنا الكريم الدكتور ايمن علي، عضو هيئه التدريس بالجامعه الاسلاميه العالميه، والراقي الشرعي والباحث الشرعي ايضا، والمشرف العام على مركز طيبه لعلاج المس والسحر والعين بالرقيه الشرعيه بقريه العزيزيه، مركز من القمح شرقيه. مشاهدينا الكرام، وإلى أن ألتقي بكم في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.